صحتك حياتك. علوم الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. متلازمة القولون العصبي هو مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي، حيث تقوم أمعاء الأشخاص المصابين بهذا المرض بضغط الطعام بشكل أكبر أو أقل من اللازم، مما يتسبب في تحرك بشكل سريع أو بطيء للغاية في الجهاز الهضمي. وللسيطرة على القولون العصبي يجب تناول الوجبات الصحية المتنوعة في أوقات منتظمة، وشرب الماء، وممارسة الرياضة بشكل دائم، وتبني طرق جديدة للسيطرة على المواقف العصبية والانفعالات. يساعد حمض الفوليك على تصنيع خلايا الجسم الجديدة، ويساهم في منع تشوهات المواليد، كما يساعد كذلك على تكوين كريات الدم الحمراء، وقد يقلل من خطر تصلب الشرايين. وينصح الباحثون النساء بتناول حمض الفوليك لفترة الأشهر الثلاث التي تسبق الحمل وخلال الأشهر الأولى منها. أظهرت دراسات طبية حديثة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لطب القلب على أن نقص فيتامين د لا يسبب فقط ضعف العضلات وهشاشة العظام، بل يزيد كذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. علوم الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة.